اعطيك بس عشان تفهم. لما انا اقسم الفريق مجموعتين، مجموعه داخل تلعب تقسيمه ومجموعه برا تؤدي التمرين. مجموعه برا نقول 10 لاعبين مثال، 10 لاعبين داخل، 10 اللي برا هذول اقسمهم مجموعتين، خمسه ادى وخمسه بس، ويوصل يطلع هذا، هذا مرتاح لما يوصله يطلع. كم نص ساعه؟ خمس لفات. كم دقيقه راح يقطعهم؟ خمس دقائق. غلط. 10. كم؟ 10. 10 ليش؟ فتره الراحه انت ما حسبت. دقيقه؟ مجموعتين للفريق. وريح على الماي الثاني، ريح دقيقه واستغني. اذا اشتغل خمس دقائق رايح للشغل خمس دقائق. ايش كثر مده التمرين؟ 10 دقائق. بس إن كم اللاعب يلعب؟ اي اللاعب خمس دقائق. انا إيه هذا انا قصدي هذا. اشتغل 10 دقائق صح؟ نعم. إيه؟ سوري مده التمرين، مده التمرين 10 دقائق. اذا هذا قاعد يشتغل داخل 10 دقائق بس هني؟ لا لا مو اكثر. هني شلون تنظم التمرين داخل؟ داخل يشتغل 3 دقائق دقيقتين راحه، 3 دقائق دقيقتين راحه، تقسيمه صغيره بس لها شروط. انزين هذا اللي اشتغل برا كم مسافه قطع؟ 300 كم؟ 1500 في 5 1500 صح؟ 1500 عدل؟ 1500 لا انت الملعب هذا 300 متر. الملعب كم؟ 1500 متر كافي؟ لا لازم ادقق ملعبس نسم. طيب اشتغل 10 دقائق اوكي هني ريح 5 دقائق على ما يبدلون يشربون يشتغلون 10 دقائق مره ثانيه ويريح 5 دقائق المره الواحده كم خلت؟ 10 دقائق مره ثانيه مره ثانيه 10 دقائق اشتغل مجموعتين صح؟ صح؟ ريحوا 5 دقائق بدلوا بالخمس دقائق هذه. ايه 15 دقيقة صح؟ ايه مرة ثانية 10 25 30 30 30 هي مع الراحة عدل؟ ايه صح؟ نعم صح. ايش كثر ركض؟ 3000 لا 3500 حلو؟ كافي ولا مو كافي؟ لا مو كافي. كافي ليش؟ لان المطلوب من السرعات اللي 3000 شده عاليه بعد شده عاليه 3000 شده عاليه 3300 وصلت الهدف 3100 صح بعده كيفك تقسيمه وصلت الهدف يا سلام ممتاز بعد ال 30 دقيقه هذه تروح يغسل هذا تجي تقسيمه نص ساعه احدد لا 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 بعد البطن هذا ساعه ونص الزوايا يا دكتور طبعا اي حددهم طبعا اي ممتاز هذا مثال مثال ثاني يكفي هذا ممتاز ذا ولا كافي لا 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 تمرين بفلوس يعني شنو بفلوس يعني هذا هذا التدريب